خالد ابو زين رئيس لجنه استقبال في هذه البطوله الافريقيه، برحب بيك وموفقين ان شاء الله بالنسبه لهذه البطوله. اكيد طبعا شغل كبير، الاستقبال ده بياخد شغل كبير جدا وبيدي انطباع كبير جدا. خالد بيه، لكن حطينا في الاجواء، شايف الوفود ووصولها وكلمنا بشكل عام على البطوله. والله الحمد لله رب العالمين، البطوله حتى الان ما فيش اي دروب حصل فيها، الفرق كلها تم استقبال بتاعها على اكمل وجه. طبعا فرقه الفابي الكاميروني اول امبارح ما جاتش، فوجئنا امبارح ان هي جايه على الاثيوبيه مع خمس فرق، تمام، فوجئنا ان ست فرق بقوا في المطار في وقت واحد، تمام. الحمد لله ربنا قدرنا وسيبناهم استقبال جيد، وكان معاهم اتنين من الهيد ليجيشن الكبار، تمام، ووصلناهم الفنادق بتاعتهم ووصلنا بيهم لغايه الساعه 4 الصبح، ويعني تسهيلات فوق ما تتخيل، واخد بال حضرتك. ده بيدي برضو اللي هو الفيرست امبريشن، اول استقبال، اول لقطه هي اللي بتدي الانطباع الدائم للبطوله. انا شايف ان البطوله تعتبر ناجحه جدا حتى الان، 19 فريق، المفروض ان في فرقه كده دلوقتي ان هي جايه الساعه 2:30 النهارده بالليل. اعتقد ان دي تعتبر اكبر بطوله، السنه اللي فاتت كانوا 16 فريق، السنه دي 19. طبعا مصر ادت انطباع كويس في افريقيا، امن وامان. مش عايز اقول لحضرتك برضو لازم نشكر الناس اللي في المطار، عاملين واجب كبير جدا معانا، سياده اللي هو طه بيومي مدير الاداره العامه لشرطه ميناء القاهره الجوي، سهل لنا كل حاجه. السياحه برضو قامت بمجهود كبير، كل الجهات الامنيه، يعني انا بشكر على اساس الـ 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 الواجب اللي هم عملوه معانا. يعني كل فرقه ما بتاخدش اكتر من نص ساعه تكون بره، تسهيلات في الجوازات في الخروج بتاعهم، طبعا مع اجراءات الامنيه، يعني برضو عشان بعض ما يفهمش ان الامور لا، في اجراءات امنيه مشدده، لدرجه ان انا برضو عايز اقول حاجه تانية، ان الاوتوبيسات بتتفحص من المفرقعات قبل ما الفرق بتركبها او قبل ما الباصات تركب. فانا شايف ان حتى الان الامور على ما يرام والبطوله ناجحه. بنشكر طبعا اداره مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، ذلل كل حاجه لكل الفرق، كان على طول متابع مع الاستاذ محمد الجرحي رئيس لجنه عليا منظمه ونائب رئيس اللجنه ومدير البطوله استاذ محمد الضماطي وكابتن رؤوف عبد القادر، ان كل الامور تتذلل لان ده اسم النادي الاهلي. فانا شايف ان البطوله اتنظمت بدرجه كبيره، وحتى ذات نفس الفرق اشادت، الاقامه مكان الاقامه بتاع الفرق مكان جيد جدا، والمكانين اللي هم بيقيموا فيهم وقريبين من النادي، المواصلات، كل الاجواء بتهيئ ان دي بطوله ناجحه. احنا كل اللي بنتمناه ان شاء الله الامور تعدي على خير، نعبر بالبطوله لخط النهايه، لان بعديها على طول بطوله الرجال وبطوله الهاندبول. لما فريق النادي الاهلي نادي القرن بينظم حضرتك ثلاث بطولات في اقل من شهر ونص، تمام، انا شايف ان حضرتك ده انجاز كبير جدا يحسب للنادي الاهلي ويحسب لمجلس ادارته ويحسب لكابتن محمود الخطيب في لسه بدايه المجلس، ان هو بينظم طلب بطولات، فده انجاز انا شايفه كبير جدا للنادي الاهلي يحسب ليه. لو بنستفيد بخبرتك الكبيره يا استاذ اللواء في الاجتماع الفني وابرز النقاط اللي بتقال في الاجتماع الفني بالنسبه للبطولات، حضرتك يمكن شاركت في بطولات عديده جدا سواء مع المنتخب او النادي الاهلي، لكن بيتقال ايه في الاجتماع الفني وابرز النقاط؟ الاجتماع الفني طبعا بيدار بكلمه افتتاح لرئيس اللجنه العليا منظمه، بعدين رئيس الاتحاد الافريقي، وبعد كده رئيس لجنه الاحتكام. رئيس لجنة الاحتكام ده هو يعتبر هو الرئيس الفعلي للبطولة، تمام؟ بعديها على طول بيبقى رئيس لجنة الحكام كابتن حسن أحمد، بيشرح كل النواحي القانونية بتاعة القانون بتاع اللعبة، وإذا كان في أي مناقشة مع أعضاء الفريق إن هم يستفسروا عن حاجة هو طبعا بيبقى جاهز ليها. بعد كده إجراء القرعة. القرعة طبعا أحب أقول إن القرعة ما بتحطش فريقين من دولة واحدة في مجموعة، يعني احنا دلوقتي شايفين عندنا فرقتين من مصر واربع فرق من الكاميرون، مفيش فرقتين من بلد هيبقوا في مجموعه واحده. فطبعا التقسيم هيبقى ببرجر، لو حصل ان في فرقه من الكاميرون هتروح المجموعه اللي بعديها، يعني معناته ان الاربع مجموعات هيكون في انا بدي مثل في كل فرقه من الكاميرون في مجموعه، تمام. وبرضه مصر مش هيجي الاهلي والشمس في مجموعه، هيبقى كل فرقه في مجموعه. لكن انا شايف ان ممكن المجموعه اي مجموعه طبعا
تكون اقوى شويه من المجموعه الثانيه حسب القرعه. ليه؟ لان انت عندك بقى الانابيب الكيني، عندك السجون الكيني، عندك فرقتين من كاميرون جامدين جدا، تمام، عندك مصر، عندك فريق قرطاج حامل اللقب السنه اللي فاتت، تمام. انا اعتقد ان البطوله دي هتشهد اكتر من 6 فرق اقويه جدا في البطوله، وده الكلام ده هيبقى نواه كويسه لمصر والافريقي، لان هنشوف فعاليات جيده جدا، وبنتمنى بقى حضور جماهيري، تمام، من الالترس المصري الاهلاوي الرجاله، تمام، اللي بيعذروا فريقهم في الاوقات الصعبه. احنا بنتمنى كل الخير وبنتمنى التوفيق بقى في فريق النادي الاهلي، لان فريق النادي الاهلي فقد البطوله السنه اللي فاتت، وان شاء الله احنا باذن الله قادرين ان هم يحققوها السنه دي باذن الله. الله يخليك، شكرا، شكرا جدا. كل الشكر تقديرا من جديد للواء خالد ابو زينه، طبعا رئيس لجنه استقبال للبطوله الافريقيه للكره الطائره سيدات. بنتمنى من جديد التوفيق لكل التنظيم، لكل المنظمين لهذه البطوله. البطوله ان شاء الله ستكون من نصيب النادي الاهلي، وايضا ستكون بطوله ناجحه كعاده النادي الاهلي.